الحقيقة كل ما بنتابع المشهد في قطاع غزة وكل ما بنشوف صور، فأنت طول الوقت بتتابع مشاهد لاحقة متوترة ما بين شهداء، ما بين مصابين، ما بين ناس عايشة بين الأنقاض، ما بين أمهات بتكتشف أنه يعني أولادها تم استشهادهم. كان في مشهد لطبيب بيعالج يعني أطفال، أو واقف يعني بيداوي أطفال زي ما بيقولوا، فيجيله خبر استشهاد أولاده. خليني أشوف مع حضراتكم، زي ما أنتم شايفين ده مشهد من مشاهد من المجزرة الأخيرة اللي حصلت في كنيسة الروم الأرثوذكس اللي موجودة طبعا في قطاع غزة، وانتم شايفين يعني في ضحايا ومصابين، واحنا عارفين انه لا في امدادات ولا في دواء ولا في اي اشياء طبية ممكن تساعدهم. ده المستشفيات بتتقاسم ما تبقى او ما لديهم من حاجات بسيطة. طبعا الحال صعب، وانه يتم يعني قصف كنيسة، يعني طب انت يعني قصف كنيسة، يعني أكيد الناس موجودة في الكنيسة يا إما مختبئة يا إما ناس يعني قاعدة يعني بتتعبد أو يعني محتضنة بأماكن دينية لعل يعني يتم حمايتها. لكن المشاهد كالعادة الحقيقة صعبة، يتصدر المشاهد طول الوقت الأطفال والعائلات، والحقيقة دايما المشاهد صعبة بشكل كبير. خليني أروح للنائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك والمشاهدين جميعا. يعني من جديد مجازر جديدة في قطاع غزة، من جديد المتعنت الصهيوني الإسرائيلي لا يتوقف رغم الظلام الدامس موجود في قطاع غزة، ولكن ما زالت الغارات والضرب على أماكن يعني مدنية وأماكن دينية، يعني هذه المرة كنيسة. يعني في الأول اسمحي لي أقدم التعازي لأهالي الضحايا في فلسطين الشقيقة، وإحنا يعني بنسمع عن ضحايا كل يوم. وبالأمس يعني فقدنا كمان زميلة نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني اسمها فاطمة الشنطي، استشهدت بقصف استهدف منزلها. ويعني واضح اللي بيحصل من ممارسات يعني تخطط أحط وأقدر أنواع العداء والحروب، استهداف المدنيين والسيدات والأطفال والأجنة في أرحام أمهاتهم، ولم يسلم يعني لا كنيسة ولا مستشفى، حتى المقدسات الدينية والمستشفيات. الأمر يعني تخطى ما يستوعبه عقل، وحجة إن هم بيحاربوا مجموعات يعني مسلحة ومجموعات مختبئة في هذه الأماكن، يعني ما فيش أي منطق يقبل هذا الأمر طبعا. حتى لو افترضنا أن في أي مجموعات تختبئ في هذه الأماكن، لا يوجد أي مبرر يقبله إنسان عاقل باستهداف أماكن زي المستشفيات وزي الأماكن المقدسات الدينية. الأمر يعني لا يجب السكوت عليه. ويعني إحنا في الحزب المصري للديمقراطية الاجتماعي أصدرنا بيانات ونؤيد موقف الدولة والرئيس ونؤيد الجيش ونؤيد موقفنا من حدودنا والحفاظ على حدودنا وعلى أرضنا والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم المساس بها وعدم محاولة يعني نزح أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أرضهم. هم أيضا يستوعبون هذا الأمر، وأنا بشوف أنه للأسف العالم يقف موقف متخاذل، موقف ينظر بعين واحدة لما بنشوف موقفهم في أوكرانيا وروسيا، ويعني مناصرة العالم والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وفي نفس الوقت بنشوف فلسطين تحت القصف وتحت الاعتداء من محتل غاشم يصل به الأمر إلى ارتكاب جرائم حرب. الأمر لا يجب أن يستمر يعني دقيقة أخرى بهذا الأمر، لأنه إذا حدث انفجار، الانفجار لن يصيب فلسطين فقط ولن يصيب مصر، بل سيصيب المنطقة كلها بما فيها أوروبا وأمريكا. إذا حصل انفجار في هذه المنطقة والناس اللي هيخرجوا من غزة بموجات عنف هتؤثر على أمن قومي المنطقة بالكامل، بتشمل أوروبا وأمريكا الدول التي تتخاذل في اتخاذ موقف.
هناك العديد من القرارات التي أخذتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يتم تنفيذها، يجب وقف إطلاق النار. الحقيقة هو لا يوجد أصوات، خلينا نتفق، نحن لم نسمع عن أصوات من مجلس الأمن أو أمم المتحدة أو أي قرار عقابي أو أي شكل من أشكال العقوبات، نحن لا نسمع شيئا. يعني ما حصلش في الهجمة الأخيرة، لكن أنا بتكلم على السنين اللي قبل كده في قرارات كتيرة اتخذت منها طبعًا. قرار إقامة الدولتين وحق تقرير المصير للفلسطينيين، كل هذه الأمور هي حبر على ورق لم يتم تنفيذها. الحل هو تنفيذ القرارات السابقة التي اتخذت بإقامة دولتين، دولة فلسطين لها تكون لها حرية كاملة وحق في تقرير المصير. لما يكون في عدل يبقى في سلام، مش ممكن نطالب بسلام بدون عدل. طالما في ظلم وطالما في شعب تنتهك حقوقه وشعب تغتصب اراضيه، بقى لا يمكن ان نطالب بسلام في هذا الوقت. يجب تطبيق العدل، اكيد نتمنى. القانون اللي اقرته دول العالم كلها لا يقف ضد هذه القوانين ولا يعترض عليها سوى النظام اليميني المتطرف بقياده نتنياهو في اسرائيل. اكيد أشكرك على التفاصيل. النائب فريدي البياضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. يعني اللي انتوا شايفينه ده الحقيقة حاجة صعب، صعب الكلام، صعب. يعني يتشدقون بحقوق الإنسان وهم من يقتلون الإنسان. يعني طب نحن نصدق من؟ يعني كثيرا ما تقرأ حقوق الإنسان والحرية والإنسان والإنسانية وبعدين يتم قتل الإنسان يوميا بمجازر شديدة، وحتى وإن كانوا ينتقمون انتقام وعقاب، هذا غير مسؤول وغير مقبول على الإطلاق. طيب